يعني ان الله يحب الجمال، وهسه شباب بهذا الوقت بيسوون. دار الفارس اخذت 3 رصاصات، 2 منهم في راسها وواحده في صدرها. طبعا هو على فكره هو من اخذ امير سماعات غير اسمه، غير رسميا يعني. طيب اليوم قرر ما جذبني الموضوع، انا شخص من جذب لازم ادخل اشوف شنو الفضايح.